اليوم 2019 كنت وزير الشباب والرياضه، توجنا بكاس افريقيا. شنو هو الرساله اللي توجهها اليوم الكوتش بالماضي اللي ماركش اليوم في المنصب ديالك اللي كنت فيه؟ اكيد يعني انا نهني جمال بالماضي اولا يعني على قيادته هذه الكره الجزائريه، يعني نتكلموها بصراحه حتى يعني عنده هو اثر كبير في هذا التتويج بالكاس العربيه، بما انه معروف انه مجيد بوقره هذا المدرب القوي جدا اللي ابهر على مستواه اللي هو يعني تحت قياده جمال بالماضي. هذا الطاقم هذا يعني هذا المدربين ما نساوش يعني بن حمو ايضا مصباح، يعني كل من هذا الطاقم الفني اللي راه يفرح في الشعب الجزائري. هذا الاستعراض اللي هو اللي راه حسن يعني مصدر سرور للشعب الجزائري. احنا نقول جمال بالماضي هنيئا لك يعني بكل ما قدمته يعني للشعب الجزائري، وخاصه يعني رجعت يعني الجزائر يعني مفخره الامم. حاليا المنتخب الجزائري كل الناس راح تدخل الكاس افريقيا بهدفين، احنا داخلين بهدف واحد انه باش نفوز بكاس افريقيا، لكن المنتخبات الاخرين عندهم هدف انه الفوز بكاس افريقيا وبالفوز على المنتخب الوطني. هذا يعني ايضا يعني حيكون مفخره للشعب الجزائري. نتمنى ان شاء الله انتصار تو انتصار. حاليا رانا داخلين الكاميرون ماراش يعني بنفس التوب دخلنا في 2019، يعني كانت قليل اللي كانوا مامنين بالانتصار، لكن العالم كله برمته حاليا مرشح المنتخب الوطني رقم واحد للفوز بهذا الكاس. احنا يعني نقول لك الشهية تاتي بالاكل، ان شاء الله نتمنى انه الكاس تجي الجزائر مره ثانيه ولما لا مره ثالثه، مع انه عندنا لاعبين شبان اخرين اللي بينوا قدرات كبيره. وايضا ما نساوش باللي يعني فيه كاس العالم اللي لازم تكون عندنا النيه والانظار ليها، لانه عندنا قدرات باش نحقق المفاجاه ولما لا تكون مشاركه تاريخيه للقاره الافريقيه.